السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الجمال في كل مكان، مشاهدي قناة الصحة والجمال، وحشتوني. يعني وعدتكم قريب ان انا هرجع تاني، ورجعنا فعلا ببرنامج جديد خالص خالص خالص. احنا سمينا البرنامج بتاعنا قعدة الدكاترة. هو قعدة يعني قعدة حلوة ان شاء الله مش هتتعوض، يعني زي ما بيقولوا القعدة الحلوة ما تتعوضش. مش هنخليها بقى قعدة دمها تقيل ودكاترة بس ونتكلم بقى في حاجات طبية رخمة، لا احنا هنعملها ميكس كده، ميكس جميل جدا. يعني هنتكلم بقى في حاجات كتيرة بقى، نمسك المواضيع الطبية طبعا ده الأول في الأساس، وهنتكلم بقى في مواضيع عامة، مواضيع اجتماعية، مواضيع اللي تخص البيوت والستات والرجالة، الأكل مثلا معانا أكل برضو، هنتكلم في مواضيع كتير. ففكرنا كده واحنا تيم كبير يعني معانا ناس كتير، هنتكلم في كذا حاجة إن شاء الله. وعدناكم ببرنامج حلو وإن شاء الله يبقى حلو ودمه خفيف كده على قلبكم، وقعدتنا تبقى حلوة معاكم. في الاول يعني بحب ارحب بالشيف دعاء الراعي اللي منورانا النهارده، وان شاء الله انا مستني الاكل بتاعها علشان انا ما اتغديتش الصراحه، فلازم اتغدى يعني طبعا لازم. برحب برضو بزميلتي الجميله ندى ثروت اللي هتبقى مذيعه معانا وهتقدم معايا البرنامج. اهلا بك يا ندى. اهلا بيك دكتور احمد. مساء الخير مشاهدي الصحه والجمال، اهلا بيكم في برنامجكم قعده الدكاتره. النهارده ان شاء الله هنتكلم معاكم في موضوع بيخص كل بنت وكل ام. طبعا كلنا عارفين قد ايه الامومه دي شيء عظيم جدا، بس كمان معاها بيحصل شويه تغيرات كده بسيطه في شكل البنت بعد الجواز. النهارده ان شاء الله هنعرف ازاي نقدر نتغلب على المشاكل دي مع دكتور دينا سرور. اهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور دينا اخصائيه النساء والتوليد وعضو الاكاديميه الامريكيه للتجميل والليزر. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا حضرتك، نورتينا يا دكتوره دينا. ميرسي يا دكتور. يعني في الاول احنا عايزين نشوق المشاهدين كده، هم سمعوا النساء والتوليد وسمعوا برضو التجميل، فاحنا النهارده عايزين نعمل لهم ميكس كده ونربط الاثنين ببعض، يعني نتكلم عن التجميل والنساء والتوليد في نفس الوقت. ففي الاول عايزين يعني نفتح الكلام، يعني ايه هو التجميل، او ايه التجميل النسائي اصلا، او امتى الست تحتاج تجميل، ويا ترى مثلا هنتكلم عن التجميل في فتره الولاده والحمل ولا التجميل عموما. فابداي كده الموضوع ونبدا القعده بتاعتنا ان شاء الله على بركه الله. هو كده كده حضرتك عارف الست يعني من وهي صغيره لحد ما تكبر وتبقى اولد ايج، يعني سنها كبير، بتبقى عايزه تبقى جميله. فهو ده الغرض من الدراسه بتاعتنا ومن العلم بتاعنا، ان احنا نخليها جميله في كل مراحل حياتها، حتى وهي حامل او بعد الولاده او وهي بتولد. حتى تلاقي حتى الام كده بتهتم هتلبس ايه وقت الولاده والبيبي هيلبس ايه، فكل الحاجات دي اكيد بتفرق جامد. بالنسبه للحاجه الطبيه طبعا دلوقتي الطب اتقدم قوي، يعني ما بقاش حاجات كلها جراحيه زي زمان والحاجات بالظبط، وحاجات انفيزيف يعني. وان احنا نتدخل جراحي كتير، فاغلبنا دلوقتي بيشغل في الاجهزه تمام الطبيه، والحمد لله متوفره في مصر ونتائجها كويسه جدا. وفي كمان حاجات اللي هي البلازما، البلازماج، الليزر، الحاجات اللي هي ممكن تتدخل وبتعملي نتائج حلوه قوي في فتره قبل الحمل، وفي حاجات بنستخدمها في الحمل وفي حاجات بعد الحمل برضه. تمام تمام طيب دكتور حضرتك زي ما حضرتك قلتي بالظبط، احنا البنات دايما عندنا هاجس ان احنا عايزين يفضل شكلنا حلو، يفضل جسمنا حلو. يمكن الام اول ما بتعرف ان هي حامل بتبقى مخدوده من فكره انه شكل جسمها يبتدي يتغير، فعايزين برضو حضرتك يعني احنا عارفين ان الاجهزه دي بتكون بعد فتره الولاده، احنا عايزين بقى حضرتك تقول لنا في فتره الحمل ايه اللي ممكن هي تعمله عشان تحافظ على جسمها من انه ما يحصلش ترهلات بنسبه كبيره او ستريتش ماركس او كل الحاجات اللي بتعاني منها. دي فتره مهمه جدا، يعني اللي هو هي تقريبا بتنسى نفسها وبتريح بقى. بالزبط. في الاول يا جماعه صوت الطشطشه عالي جدا ما شاء الله، الاكل شكله يعني يوحي بمستقبل مشرق، فيعني صوت الطشطشه يعني مبهدلنا خالص. يعني لما اشوف كده يا رب يكون في حاجه حلوه في الاخر. هو زي ما حضرتك قلت يا دكتور، يعني هي الست تبقى عايزه تبقى جميله، واحنا بنقول دايما كدكاتره الوقايه خير من العلاج. يعني دايما الست اول ما تبقى تعرف انها حامل تاكل بقى كميات كبيره علشان تغذي البيبي، وامامتها تقول لها كلي واشربي كتير وكل حاجات مسكره تمام ده، فده بيبقى الاكل مفيد وكل حاجه، بس الاكل الصحي اللي المفروض ان هو بيديها فيتامينز وبيديها مينرالز ومواد غذائيه محتاجها البيبي ومحتاجها الام. بس طبعا الاسراف في كل حاجه بتبقى حاجه ضدها.
دي بالنسبه لجسم الام. البشره بتاعتها والستريتش مارك والحاجات دي بتظهر برضو من العادات الصحيه السيئه، مثلا التدخين كده كده برضو احنا المفروض ان احنا بنقلله خالص او بنمنعه وقت الحمل، الاكلات الدهنيه اللي بيبقى فيها كميه دهون عاليه، الحاجات اللي بتبقى فيها كربوهيدرات عاليه، كل ده برضو بنقلله لانه بيأثر برضو على البشره وبيعمل ترهلات وبيعمل بعد كده مشاكل حتى بعد الولاده. يعني يا ريت الستات الحوامل تركز في الموضوع ده علشان الموضوع بيبدا من الحمل. شرب الميه مهم يعني للبيبي ومهم للام كويس جدا ومهم لبشرتها. لو عملنا وقايه يعني ابتدينا كل الحاجات دي بقت تمام، هنلاقي الحمل ما شاء الله مش معانا بشكل كويس قوي. بس طبعا احيانا بنحتاج برضو تدخلات، يعني بنلاقي في كلف مثلا ابتدى يظهر وقت الحمل، في بيأثر على نفسيه الام دايما، في ستريتش مارك طلعت وغصب عنها ظهرت، في حاجات كتير بتظهر وقت الحمل وما بنبقاش مسيطرين عليها. فدي بقى ساعتها بتلجأ للدكتور المتخصص في التجميل النسائي وبيبدأ يديها الحاجات المظبوطة اللي هي تعمل لها نتيجة كويسة وفي نفس الوقت تبقى أمينة جدا في فترة الحمل. الحاجات دي بتتعب نفسيتها أكيد يعني يا دكتور، حضرتك أكيد عارف بقى في النفسية. ما أنا عايز أعرف دي جالك حالات اتضايقت واكتئبت وزعلت على شكل جسمها اللي كان واو مثلا ولجأت لينا مثلا؟ اكيد اه، بالذات لو حضرتك تعرف طبعا فتره الحمل بتبقى الام ساعات بتبقى النفسيه نفسها عشان الهرمونات اصلا بتتغير فبيعمل اكتئاب عاده. تخيل بقى حضرتك لو مع الهرمونات دي كمان شكلها باظ، شكلها بقى باظ، بقى ابتدى في دفوهات بقى في جسمها او في وشها او في حبوب ظهرت او في شعر زايد في جسمها، في جسمها ما كانش موجود ستريتش مارك في البطن اه، حتى في العلاقه الزوجيه احيانا بيحصل تغيرات والام برضو بتبقى متضايقه، كل الحاجات دي بتاثر اكيد نفسيا. اكيد احنا في الحاله دي برضو يعني ممكن اقول رايي فيها دمين. فاحنا يعني هنستعين او هنشتغل مع بعض. ايوه دكتوره دينا تشتغل معايا اللي هو الست الحامل اللي شكلها اتغير على طول او باظ او ثقتها بنفسها بدات تقل وجوزها بدا يتعلق ويتريق، لازم طبعا تزود ثقتها بنفسها. ازاي؟ انها تعرف ان دي مرحله مؤقته وهتعدي، ان انا ما انا لازم ما انت يعني احنا متجوزين عشان هنخلف فبنخلف ودي عمليه طبيعيه هتحصل وبعد كده هرجع احافظ على جسمي وشكلي. لا احنا في الحمل بقى هنحافظ لها على جسمها وشكلها وكل حاجه في فتره الحمل. هو ده فايده الكريمات الدكتور بتقول عليها فتره الحمل عشان الاسترتش ماركس بالذات بيدهنوها على بطنهم فتره أيوة معينه، في حاجات زي الكوكونات اويل وفيتامين اي وال، ودي من اول ما هي بتعرف ان هي حامل مفيش مشكله وبتبقى حاجات طبيعيه، وزيت اللوز والحاجات دي كلها ممكن انها تستخدمها. وان شاء الله في الحلقات الجايه يعني هنقول لكم وصفات طبيعيه يعني. لا ما تقلقش ان شاء الله. قبل ما اسالك السؤال الثاني كنت عايز بس اخطف كده من الشيف، وانت بتعملي ايه النهارده؟ يعني ايه الحاجات اللي بنعمل النهارده؟ ايه بقى نعمل؟ اكل صحي، والاكل ده مش مكلف ابدا ابدا، يعني انت مش هتلاقي ان هو تكلفته عاليه خالص. كويس. يعني عاملين كيكه موز اقتصاديه جدا، وعاملين هنعرف نقول الاسعار ولا دي اسرار ولا لا؟ لا لا هقولها. يعني كيكه الموز مش هتكلفنا اولموست من 20 ل 25 جنيه ان شاء الله. حلو. تمام. هنعمل طبق سلطه بالفراخ مع زبده الفول السوداني بذور الكتان، مش هتكلفنا اولموست 30 جنيه. فين الحاجات التقيله؟ فين اللحمه والفراخ؟ في لحمه، في محشي، في لحمه. يعني احنا هنتغدى ولا هنحلي على طول؟ احنا كده هنحلي صح؟ مش هناكل ولا في حاجات مستخبيه؟ لا لا هو بعد كده في لحمه فعلا. طب يا جماعه مش عارف، طب جهزوا لنا غدا. طيب في كينوا نازله جنب اللحمه، في لحمه وفاصوليا، لحمه معموله على ده النهارده؟ اه. طب الحمد لله نرجع نسال الاسئله يا جماعه. كينوا خلاص اهي خلصت. ايه ده هنبدا؟ لا طب يعني مش هنعرف ناكل على الهوا طبعا، هناكل بعد الفاصل. ماشي. هنرجع للدكتوره دينا في سؤال مهم، يعني يمكن علشان طبعا الولاده القيصريه هي اللي ماشيه دلوقتي، فالست اللي بتولد قيصري بعد ما بتخلص تعمل ايه؟ ايه انسب حاجه ليها؟ تحتاج مثلا تجميل نسائي؟ وفي حاجات حلوه بتتعمل، وبرده في يا ريت لو في صور هتتعرض كنا بعتينها نشوف الصور. تمام. بس كلميني على الحته دي، الست بتولد قيصري أوكي. شكل جسمها ممكن يرجع زي ما كان؟ وممكن تعمل ايه؟ وايه رايك في النقطه دي؟ بص يا دكتور، هو بالنسبه للقيصريه هي اكتر حاجه بتضايق الست طبعا شكل الجرح. طبعا. وبالذات لو القيصريه شويه كومبليكيتد او فيها مشاكل فتلاقي الجرح كبير مثلا وشكله وحش. فطبعا في حاجات تقنيات دلوقتي زي الديرما بين والبلازماش والليزر والفراكشن ليزر، ده كل ده بيعالج الجرح وبيخلي الجلد شكله طبيعي جدا. الحاجة التانية كمان الترهلات بقى، اللي هي تلاقي بطنها مثلا ابتدت بعد الولادة يبقى فيها ترهلات او مش زي الاول او ابتدى في ستريتش مارك، كل ده بيظهر برضو من القيصرية اكتر. يعني علق لنا على الصور دي ونرجع للسؤال تاني. علق لنا على الصور دي. اه ده هنا جهاز الهايفو هنا بيبين لي صورة قبل وبعد للعلاج الترهلات للوجه.
تمام. الوجه اللي هي زي التجاعيد وكده ولا ترهل؟ اه هنا شايف حضرتك حتى سن الست دي كبير شويه، منوبوز يعني فتره بعد انقطاع الدوره دلوقتي، بتبقى الهرمونات شويه بتقل الانوثه، فبتبدا اللي يحصل ترهلات في الجلد. فده مثلا بجلستين هايفو بيبدا ان هو بيتحسن جدا وبيبقى الجلد شكله طبيعي. ممكن بقى نبدا نحط بوتوكس وفيلر خفيف كده، بتبقى النتيجه حلوه جدا جدا. ده ايه ده؟ برده الهايفو في هنا في الدبل تشين، منطقه اللي هي الرقبه المزدوجه اللغد يعني تقريبا. ايوه بالظبط. فدي برده بالهايفو. تمام. وفي برده دي نتائج حلوه قوي. بتجيب نتيجه تقريبا بعد كام جلسه يا دكتور؟ بصي هو من اول جلسه بيبقى في فرق واضح، بس احنا طبعا بنقول ان احنا المفروض ان احنا على الاقل من جلستين لثلاث جلسات. بس من اول جلسه لو في حالات ماينور يا خفيفه بتبقى نتيجتها حلوه جدا. يعني النتيجه بتفرق من شخص للتاني، مش كل الناس على حسب السن والهرمونات وكده. بس هو يعني عامه على كل، حتى لو حد كبير في السن برضه بيبقى تاثيره حلو كويس. تمام. طيب دكتور، يعني بمناسبه الجرح القيصري كنا بنتكلم عليه، احنا الامهات على طول قاعده على الجروب بقى على الفيسبوك، جروب الماميز والحاجات دي كلها، بشوف بنات بينصحوا بعض انه بعد الولاده القيصري على طول يلبسوا الكرسي، عشان يعني هم بيقولوا ان ده بيقلل من الترهلات وبيشد البطن ويخلي ما يبقاش النتيجه وحشه. عايز اعرف من حضرتك، هل دي معلومه صح ولا ممكن تيجي بالعكس وتاثر على الجرح؟ هو طبعا الكرسي مش بيتلبس مباشره يعني بعد الجرح على طول، على الاقل مثلا بناخد فتره الهيلينج اللي هو الشفاء بتاع الجرح على الاقل اسبوعين مثلا. واهم حاجه، اهم من الكرسي هو الرياضه، يعني ان حتى شفط البطن كده لمده خمس دقائق. هي ممكن الام بتبقى يعني لسه تعبانه مش لا يعني بعد اسبوعين بتكون اتحسنت كمان. يعني بيكون الم حتى القيصريه قل كتير، فاحنا ما فيش مشكله من الكرسي. بس هي ما يبقاش هو بس، بيبقى طبعا معاه رياضه، ولو رياضه خفيفه حتى، يعني ما بتبقاش الام حتى قاعده. يعني اهم حاجه حتى بيقولوا انه واحنا قاعدين نقدر نشفط بطننا. بالظبط. هل دي فعلا ممكن تجي نتيجه؟ جدا بتقوي العضله فعلا، لان عضله بالذات في القيصري العضله نفسها بتضعف، لان بيحصل فيها جرح، لان احنا بنفتح العضله وقت الولاده. فلازم الام تهتم يعني جدا، يعني هي تقدر حتى لو هي تعبانه شويه بس وهي قاعده كده في السرير، بس لو تقدر تشفط بطنها. بالزبط. تقريبا في اليوم قد ايه مثلا؟ يعني مثلا 10 دقائق لو يوميا كده في الاول خالص، ونزودهم بالتدريج كل يوم خمس دقائق دقيقتين زياده كده على قد ما هي تقدر يعني. والرياضه ما تبقاش طبعا رياضه عنيفه عشان الجرح، تبقى رياضه خفيفه جدا. وحتى لو بنقول نمشي، لان المشي حلو للجسم كله بعد الولاده، عشان حتى التجلطات والقصه دي ما يبقاش في مشاكل. بقى نايمه لا لا خالص، متعبين اول يوم بتبدا تتحرك وتمشي وكده. طب الفيلر والبوتوكس دوره ايه في الحاجات دي؟ يعني الفيلر مثلا والبوتوكس الناس بتسمع عنهم كتير، يمكن مش عارفه الفرق بين الفيلر والبوتوكس واستخداماتهم ودورهم برضو في الحاجات اللي بعد الولاده بعد الحمل. أوكي. شكل الجسم بتاع الست اللي بيتغير ده، هنستخدمهم ازاي عشان نرجع شكل الجسم ده لشكله الطبيعي اللي هي كانت زمان؟ يا جماعه انا كنت هيفاء وهبي زمان. فيعني الفيلر طبعا هو ماده اللي هي اسمها ماده مليئه، يعني احنا دي مواد طبيعيه فيلنج يملى فيلنج، او بنملى بيها المناطق اللي هي فيها انحناء او فيها مثلا ما فيهاش دهون، او المنطقه دي مثلا وقعت خست فجاه، حصل البطن فيها مشكله، الوجه نفسه في منطقه مش مظبوطه، فالفيلر ان احنا بنملى بيه. برده المنطقه الحساسه لو في حتى بعد الولاده حصل ترهلات شديده او هي خست فجاه، برده بنستخدم الفيلر وبيفيد قوي. حتى البوتوكس بقى ان احنا بنستخدمه برده عشان نرخي بقى العضله، احنا بنستخدمه اكتر في الوجه علشان يقلل التعبيرات الوجهيه زي يا دكتور كده. يعني لحد بيحرك عضلات وجهه كتير بنديله بنحط له بوتوكس بيخفف بعد الحلقه على طول. بالظبط. والبوتوكس كمان بقى في النساء حلو، لانه بيقلل برده العضله المهبليه لو فيها تشنج. ده بالمناسبه بقى ساعات العرايس بيقول العياده بيبقى محتاجين بقى الجرعات دي، هي امنه جدا، حد متخصص بيعملها ما فيش مشكله خالص منها. الفيلر ده ماده طبيعيه بتبقى موجوده في الجسم اصلا، الفيلر ما بيقعدش فتره طويله في الجسم، مش كل الناس سنتين يعني، مش كل الناس اكيد طبعا. في الحياه لو بتقيميها وبتشوفي مثلا ده ينفع لها ايه وده ينفع لها ايه، احنا دايما بنبدا يا دكتور من اقل حاجه، يعني دايما المريضه لما بتجيلي العياده ببدا بينها بابسط حاجه بابسط خدمه، بحيث ان هي كماديا ما تصرفش كتير وانها تستفيد وهتفيدها فتره طويله. الحاجه الصغيره دي شايفه ان هي مش هتجيب معاها نتيجه، ببدا ادخل معاها حاجه تانية، فاهماني؟ فهي ما بيبقاش جهاز واحد او تقنيه واحده هي اللي بشتغل بيها، هي بتبقى مجموعه تقنيات، والدكتور الصح هو اللي بيبقى عارف انت محتاجه ايه من اول زياره،
فعشان توفيرا للزيارات المتكرره وتوفيرا للفلوس برضو. فهماني؟ انا عايزه اعرف من حضرتك ايه يعني بالنسبه للاجهزه او الليزر والحاجات دي كلها، ايه في الحاجات دي هو المناسب للجرح القيصري؟ انه يعني بعد ما الام بتولد وخلاص وظبطت شكل جسمها، ممكن شكل الجرح نفسه بيبقى مأثر على نفسيتها. تمام. هو في جسم بيبقى سبحان الله هو كده خلقته كده، ان هو اي جرح فيه اللي هو بيعمل حاجه اسمها كولويد، بيعمل علامه، وده اللي بيناسب بيه بيناسب حاجتين، يا اما بلازماش، ده جهاز كده بسيط جدا بنستخدمه في العياده، وما يعني بالظبط 3 مينتس يعني وبتخلص الجلسه، او الفراكشنال ليزر مهم حلو برضه جدا وبيبقى جلسات من جلستين لثلاث جلسات، بتوصل خالص ان الجلد بيبقى شكله طبيعي جدا، وده بنصح بيه يعني لو حد الجرح شكله مضايقه، بالذات البنات اللي هي بتبقى فيت وبيبقى جسمها حلو وبيبقى تلاقي خط كده شكله مش حلو او غامق او في مشكله، ده بيبقى نتيجته حلوه جدا بالظبط. ده غير الهايفو، احنا كنا سمعنا الهايفو زي ما احنا شفنا ان هو بيشد الترهلات. الهايفو بقى هو عباره عن موجات صوتيه، عشان برضو كتير من اللي بيتابعوني على الصفحه بيسالوني ايه هو الهايفو وهو امان ولا لا. الهايفو هو موجات فوق صوتيه زي اللي بنستخدمها في جهاز الالترا ساوند اللي هو السونار بتاع الحمل، بس بيبقى تركيزه عالي شويه، بحيث ان هو بيأثر على طبقه الجلد والطبقه اللي تحت الجلد اللي هي بتوصل لحد العضلات دي، بيشد يعني هو بيكون كولاجين والاستين. الالاستين دي اللي هي الماده اللي بتبدا تقل بالتدريج مع العمر، ومع لو انا مثلا عملت عمليه او اي حاجه بتبدا ماده الالاستين دي تقل معايا. فالهايفون هو بيكون الماده دي بيخليها ترجع تتكون مره تاني، زي بالظبط الاستيك لما بنستخدمه كذا مره بيرخي، بنبدا نزود ماده الاستيك دي اللي هي الالاستين، فتبدا الجلد شكله يبقى مشدود احسن والعضله تتشد. بنستخدمه في ايه بقى احنا؟ بنستخدمه في شد الوجه، بنستخدمه في شد الرقبه. ده ليه سن معين ولا لا؟ ممكن يعني فوق اكيد ال 18 سنه يعني حسب الحاله يعني، بس هو فوق ال 18 سنه ممكن نستخدمه، لو حاله مثلا كانت مليانه وخست ففي وشها في ترهلات او بطنها، فده بيبقى نتيجته حلوه جدا. كمان بنستخدمه بعد العمليات الجراحيه. طيب مش غالي؟ لا مش غالي، في متناول يعني. هو كان اول ما نزل اول لان هو كان تقنيه جديده من سنتين كده ابتدى ينزل، كان سعره عالي، دلوقتي التقنيه بقت في المتناول جدا وعليها عروض وكل حاجه. انا اشتغلت بيه كتير فانا شايفه نتيجته حلوه جدا، وبالذات كمان في التجميل النسائي بقى في الحته بتاعتي اللي هي النساء، في حالات كمان اللي هي بعد الولاده لو حصل ترهلات او توسع في منطقه المهبل بعد الولاده، فالحل السحري بقى اللي هو ان احنا بنعمل لها الهايفو، بتبقى من جلستين لثلاث جلسات، بيحسن قوي النتيجه وما بنحتاجش بقى وقتها جراحه. طيب هنشوف كده صور برضو نعلق عليها. دي ترهلات البطن مثلا، دي بتبقى بعد الولاده، ترهلات البطن دي ممكن انها او حتى حد كان مليان وخس، فدي برضو بالهايفو ممكن ان احنا من جلستين لثلاث جلسات النتيجه بتبقى كويسه قوي. كمان الهايفو حلو لو حد بيعمل شفط دهون في عند الدكتور جراحه تجميل او حاجه، ساعات بيبقى الجلد متعرج بعد جراحه التجميل، فهو بيحسن اي تعرجات في الجلد. فصوره زي كده هي دي خست وابتدينا نعمل لها الجلسات، فزي ما انت شايفه البطن بقت مشدوده ورجعت زي الاول واحسن كمان، لانه هو بيشد الجلد كويس. تمام. في صور تانية يا جماعه؟ طيب يا دكتور كنت عايزه اسال حضرتك بخصوص الرضاعه الطبيعيه. تمام. في امهات بيشوفوا ان الرضاعه الطبيعيه دي بتاثر على شكل الثدي او بتشوه الشكل بعد ما خلاص الطفل بيتفطم او بتخلص رضاعه، بتحس ان حصل ترهل في الثدي والشكل اتغير. عايزه اعرف من حضرتك يعني ايه بقى بيكون الحلول ده، وايه اللي هي تقدر تعمله فتره الرضاعه برده بحيث تقلل على قد ما تقدر انه يحصل ترهلات ولا ستريتش ماركس؟ الرضاعه مش بتعمل ترهلات ابدا في الثدي، الرضاعه مش بتاذي الام، الرضاعه مهمه جدا لنفسيه الام وبتحميها من الاكتئاب ما بعد الولاده يا دكتور. كويس. تمام. يعني كل الحاجات دي انا اعرف ان هي بتقلل من وزن الام، لو فعلا طبعا بتاكل الاكل الصحي، لانها بيخليها يعني تاكل اكل صحي وبيخليها تشرب ميه كتير، فده بيحافظ قوي على وزنها. طيب لو حصل ترهلات بعد الرضاعه، اول حاجه انها اثناء الرضاعه بنصحها ان اي ام تبقى لابسه برا لازم، وتبقى حاميه منطقه الثدي وما تسيبش منطقه الثدي مثلا فيها بكتيريا او فيها التهابات في الحلم او كده، لازم تعالجها اول باول، لازم يبقى في نظافه شخصيه مهمه قوي. ولو ظهر اي مثلا ابتدت تشتكي من اي شكوى تتجه بقى لينا يعني كدكاتره، بنديها العلاج المناسب عشان نلحقها من الاول، لان زي ما قلت حضرتك في الاول خالص الوقايه خير من العلاج. لكن الرضاعه الطبيعيه مهمه جدا لكل ام، مهمه للبيبي، لان انت زي حضرتك دلوقتي الكورونا والقصه دي، فاحنا عايزين نرفع مناعتنا، فهي مهمه للنفسيه
الام اللي بيشربوا في اول ايام واساسا بالظبط. وهو حتى الاطفال الصغيرين الرضع ما بيجيلهمش كورونا او حتى لو جات لهم ما بتبقاش اجريسيف، لان لبن الام فيه امينو جلوبلين عاليه بتحمي البيبي، وده غير كمان ان هو بيساعد على نفسيه الام. يعني طبعاً النفسيه نفسها لما تبقى كويسه ارتباطها بالبيبي يعني ده وكده بيرفع حتى المنظمه الصحه العالميه وكلهم بيوصوا بان احنا برضو حتى لو الام لا قدر الله مصابه بترضع عادي وبتبقى لابسه الماسك وبتغسل ايديها على طول وكده. كويس. ايه الاخبار يا شيف؟ انا بطمن بس على يعني مستقبلنا في ايديكي. ايه الاخبار؟ وصلت لايه؟ خلاص اهو احنا السلطه طالعه. عارف انك مستنيه الفقره الثانيه علشان السلطه طالعه والكيكه في الفرن. كلمي الناس، انت منك للناس يعني. السلطه طالعه والكيكه اللي في الفرن، والكيكه يا رب تعجبكم، والكينوا خلاص اتعمل، بقينا بس البيف بس على النار. ريحه الاكل حلو بصراحه. الف هنا الف هنا الف هنا. يعني قدامنا قد ايه وناكل ان شاء الله؟ النهارده ولا هنغيب؟ لا ممكن تاكل بكره، مفيش مشاكل خالص. بكره يا جماعه اطلبوا لنا اوردر يا جماعه. طيب انت حاجه برضه انا ممكن اسال عليها بشكل شخصي يا جماعه، احنا اتكلمنا على الستات كتير، انا من حق اسال يعني، ويمكن حاجه انا كنت سالت فيها الدكتوره دينا قبل كده. ساعات منطقه تحت العين يعني انا ساعات بشتكي منها، انا الحمد لله مش يعني باكل كويس وجسمي كويس فمش خاسس، فعشان دي تعمل اللون اللي بيتغير تحت العين ده ساعات رغم انك ممكن تكون رياضي وبتاكل كويس وبتنام كويس، ايه الحل الدايركت ولا كل واحد ليه حاجه على حسب شخصيته على حسب طريقه حياته ستايله في الحياه؟ هو طبعا الهالات السوداء طبعا حلولها كتير قوي ومشاكل، يعني هو اسبابها الاول كتير. تمام. في اسباب وراثيه ان هو بتبقى العيله نفسها في منطقه تحت العين غامقه شويه. لو الحمد لله الوراثه ما فيهاش مشكله بندور بقى على الانيميا والسي بي سي، بنعمل له تحليل دم شامل، في ساعات فيتامين سي بيبقى قليل، ساعات فيتامين دي بيبقى قليل، كل الحاجات دي بنطمن الغده الدرقيه، بنطمن ان كل الحاجات دي سليمه، لقيناها الحمد لله سليمه نبدا بقى نتدخل في الحاجات التجميليه اللي هي بقى زي مثلا نبدا نعمل تقشير بارد للمنطقه اللي تحت العين، نعمل مثلا فيلر احيانا لو في جروف، ساعات بيبقى في جروف كده هو اللي عامل لي الشكل دوت. وكمان ممكن نستخدم زي البلازماج لو في ترهلات تحت العين، هي ساعات اللي بتعمل لي الغمقان او الشكل الان هيلثي، يعني تحس ان العين مجهده، فكل ده له حلول يعني حتى للرجاله للستات للحامل للمرضعه، كل دي ليها حلول حاليا بحمد الله يعني. طب دكتور انا عايز اعرف من حضرتك، هو الهالات اللي بتكون وراثيه دي بتكون يعني انا سمعت ان هو طبقه الجلد نفسها تحت العين بتكون رقيقه فبتخلي الاوعيه الدمويه اللي تحت باينه؟ احيانا بيبقى كده، احيانا يعني ده يعني ده سبب من الاسباب، بس الحالات دي السبب ده بيبقى نادر، يعني مش كل الناس اللي عندها كده ان الجلد منطقه الجلد هي اللي خفيفه ومبينه، وبتبقى باينه اكتر بزرقين يعني مش باينه بغمقين، ودي حلها ممكن نعمل فيلر خفيف جدا تحت العين زي او ميزوثيرابي. ميزوثيرابي دي زي فيتامين سي مثلا وجلوتاثيون او الحاجات دي، بتتحقن بمقادير معينه بتفتح قوي الدنيا بالحالات اللي هي زي بس كده. بس طبعا الحالات دي مهما استخدمت كريمات للعين ولل لا بصي هي كريمات العين هتبقى قويه اكتر، لا مش علاج يعني، انا عملت الجلسه واستفدت وتمام وحلو، اكمل بقى على الكريمات على احافظ بقى اللي انا عملته عشان ما اعملش جلسات. ودايما انا بقول للمرضى كده بتوعي يعني انت عملتي حاجه حافظي عليها. صح. كان في برضو سؤال مهم كنا محضرينه يعني اللي هو نرجع يا جماعه للنساء والتوريد تاني، ضعف الرغبه وجهاز البي ار بي تقريبا ده ايه قصته يعني؟ اللي هو البلازما العادي ولا ده حاجه تانية؟ هو البي ار بي حكايه ضعف الرغبه طبيعي اللي هي بعد الولاده دي منتشره ولا ايه؟ البي ار بي هو اختصار بلازما ريتش بليتليتس. هو البلازماج ولا ده حاجه لا تانية؟ لا بلازماج ده جهاز، ده غير البلازما خالص. البلازما ده اللي انا باخد عينه بتاعت يعني ضعف الرغبه دي احكي يعني احكي لك قصتها بقى. تمام. لان هي في ستات برضه بتسالني فيها على الدايركت كتير، فدي فرصه. جزء منه نفسي شويه تقريبا. اكيد اكيد. وموضوع الختان والقصه دي برضه ليه علاقه بيه جدا. طيب ايه بقى الموضوع ده؟ اول حاجه البي ار بي دوت هو عباره عن بليتليس ريتش بلازما، يعني بلازما مليانه صفائح دمويه، دي بناخدها عينه دم بنحطها في انبوبه معينه، الانبوبه دي بتكتر لي اللي هي الصفائح الدمويه دي وبتركزها لي في حاجه اسمها البلازما. احنا عارفين البلازما دلوقتي دخلت في علاجات كتير، حتى الكورونا دلوقتي الحالات بتتحسن بيها، فالبلازما اللي نقول بقى حاجاتها وبعدين نخش على موضوع الضعف الجنسي. تمام. اول حاجه للشعر،
للبشره للهالات اللي زي ما قلت حاجات ميزوثيرابي. البلازما بقى ديت كمان بنحقنها في منطقه معينه في منطقه الجهاز التناسلي للانثى ان هي بتزود الرغبه وبتحسن الاداء. هو عاده بيحصل ضعف في الرغبه شويه بعد الولاده او كده؟ بعد الولاده لو حصل جرح عميق او حصل الم او التهابات اكيد الام طبعا مش هترجع زي الاول. فالافضل انها تتعالج وبنبدا معاها بالجلسات ديت مع الفيتامينز مش لوحدها. يعني انا بدي كورس كده كامل بيبقى عباره عن فيتامينز وبيبقى كمان فيها الجلسات البلازما بتبقى في خلال جلستين ثلاثه وكل جلسه بتحس بتحسن كبير جدا يعني. تمام. طيب يا دكتور كنا عايزه اعرف من حضرتك يعني في امهات كتير دلوقتي بتسمع عن الولاده القيصري اللي بدون الم. تمام. أيوة. بس في ناس لسه ما جربتهاش وعايزين يعرفوا هل هي امنه ولا لا وازاي بدون الم يعني ايه اللي بيحصل عشان تكون من دون الم. يعني اختمنا بقى الفقره بالنصيحه. أوكي. دي وازاي يولدوا بدون الم دي الناس كلها والبنات اللي طبعا يعني بنت فاتجوزت فما مش عارفه يعني ولاده اول مره فلازم نطمنهم فوجه لنا كده. هي ممكن دلوقتي اتشهرت شويه بس هي بدون الم دي من زمان واحنا بنستخدمها من ايام احنا كده في الامتياز وكنا بنخش النساء قسم النساء فكنا بنبقى عارفين ان في حاجه اسمها بدون الم. عن طريق حتى الولاده الطبيعيه ممكن تبقى بدون الم ان احنا بنعمل تخدير. التخدير ده بيسيب عصب معين هو ده اللي بيخليه الام حتى الطلق ما تحسش بيه بوجع شديد. في القيصريه طبعا بيبقى نصفي بيبقى طبعا خلاص الاكل باظ تقريبا مش مشكله نكمل بيبقى طبعا نسي. وفي الجرح نفسه بنحط مواد مخدره بحيث ان هي الام بعد الولاده ما تبقاش حاسه حتى بالالم بتاع الجرح فهو ده بس هو يمكن اتشهر دلوقتي بس احنا من زمان على فكره واحنا بنستخدمه. يعني خلصنا بقى الكلام اللي قلناه ده كله احنا قلنا معلومات كتير جدا ففي الدقيقتين اهم حاجه بس ان هم يستفيدوا يعني الامهات تستفيد والبنات اللي يعني هي مقبله على الزواج تستفيد. يعني سريعه كده من حضرتك ايه اللي ممكن الام تعمله طول فتره الحمل عشان بعد ان شاء الله ما تولد ما تبقاش المشاكل عنيفه بالنسبه لها؟ بالظبط. هو طبعا زي ما قلنا ان احنا ناخد بالنا لو في اي حاجه ظهرت بدري نعالجها بدري دي حاجه. الاكل الصحي وان احنا نشرب ميه كتير دي اهم حاجه. تمام. يعني في النهايه بشكرك شكرا جزيلا على الحلقه الجميله دي اتمنى تكونوا استفدتوا جدا. انا معاكم بقى الحلقه الجايه برضو هنتكلم يعني عن موضوع مهم. احنا عاملين قاعده متصله كل برنامج او كل فقره او كل حلقه يعني هنتكلم على حاجه ويا ريت تبعتوا لنا اسئله احنا حطينا وسائل تواصل كتير سواء مع الدكتوره دينا سواء معايا عشان نجهز الحلقات اللي جايه احنا مع بعض يعني ان شاء الله مش هنسيبكم لحد ما تستفيدوا ان شاء الله. في الفقره الجايه هنكون شفنا الشيف وصلت لايه. اشوفكم على خير ان شاء الله الفقره الجايه استنونا.